بشوق وشغف استقبل أطفال أبو شارف القافلة الثقافية التي حطت رحالها بقريتهم الواقعة ببلدية السطارة والتي تضررت من حرائق الغابات أنشطة ثقافية وعلمية وترفيهية أمتعت الأطفال ورسمت الابتسامة على وجوههم. هذه الحفلة فيها المهرج، فيها المسابقات، فيها كلش. عجبتنا هذه الحفلة مع المهرجين ونشكر من كل ساهم في هذه الحفلة. قد أعجبتني الحفلة جدا وأتمنى أن تكرر هذه الحفلة في العام الآتي. القافلة من تنظيم مديرية الثقافة لولاية جيجل، والهدف منها التخفيف من الأضرار النفسية التي خلفتها الحرائق الأخيرة في أوساط الأطفال. برنامج هذه القافلة الثقافية الترفيهية التي هي نوع من المعالجة النفسية من الصدمة سيرتو للأطفال لمناطق اللي مسها الحرائق في ولاية جيجل، راح فيها عدة محاور، فيها مسابقات ثقافية، مسابقات في الرسم، مسابقات في تلخيص القصة، مسابقات في الكلمات المتقاطعة، وفيها الجانب الترفيهي اللي هو عروض البهلوان مع جمعية الريان. نحن نرحب بمثل هذه الأنشطة اللي تمس مباشرة يعني المواطن وأبناء المواطنين للتكفل بهم نفسيا ولترفيههم وإخراجهم يعني من جو الحرارة وجو الأيام الماضية اللي كانت صعبة يعني بعض الشيء. المبادرة تهدف أيضا إلى التحضير النفسي الجيد للأطفال قبيل الدخول المدرسي،